العام منذ التاريخ، والشعب اليزيدي يتعرض للمجازر والإبادة الجماعية، وآخرها مجزرة 3 آب 2014 وتخلي حزب الديمقراطي الكردستاني وحكومة بغداد عن حمايتها من أشد قوة إرهابية إلا وهي داعش، وتركهم لمسيرهم المحتوم ما سبب قتل وسبي الآلاف من النساء اليزيديات وتهجيرهم إلى مصير مجهول، وانتهاك حرمة الشعب اليزيدي أمام عين العالم باتفاق بين حكومة بغداد والحزب الديمقراطي الكردستاني، فيما دفعت قوات دفاع الشعب ووحدات حماية الشعب والمرأة عن مقدسات الشعب وتحرير شنغال من داعش وإقامة إدارة ذاتية من أهل شنغال يديرون نفسهم بنفسهم. واليوم باتفاق حكومة بغداد والحزب الديمقراطي الكردستاني وبمؤامرة مشتركة لكسر إرادة الشعب اليزيدي ومكتسباتها وتضحياتها بالآلاف من الشهداء لتحرير أراضيهم، واليوم يطالبون بإخراج أسايج يزيد خان من شنغال وتهديدهم بالتدخل العسكري والقضاء على الشعب المتبقي من أخواننا اليزيديين. لذا نحن كمجلس ناحية الترسبية نقول من غير المقبول أن تكون الأطراف التي تخلت عن شنغال وأهل شنغال خلال المجازر بحق مجتمعنا اليزيدي ووصف أبناء شنغال الذين حرروهن باللا شرعيين وبالقوات التي يجب إخراجها من شنغال. إنما مجلس الإدارة الديمقراطية في شنغال هي الشرعية والديمقراطية بإدارة ذاتية، وأي قرار بحق شنغال يعني إنكار إرادة مجتمعنا الكردي اليزيدي والدين. ونستنكر الحزب الديمقراطي الكردستاني وحكومة بغداد على أهدافها التي تكشف حقيقة التفاهمات لمصلحة الدولة التركية. نطلب من شعبنا التحرك في كل مكان ومواصلة النضال حتى إيقاف الاتفاقيات على إرادة شعبنا شعب شنغال، ونناشد الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتدخل لإيقاف الاتفاقيات على مستقبل وحياة مجتمعنا اليزيدي. يحيى مقاومة شنغال، يحيى القائد عبد الله أوجلان، شهيد نامرن، شهيد نامرن، شهيد نامرن. شنغالي بيرجي، برفادنا شنغالي بيرجي.